مساء الخير عليكم جميعا. حابب اليوم اتكلم على موضوع الحصوات المرارية بعد عمليات التكميم وعمليات البدانة بشكل عام. حتى نعرف تفاصيل عن الموضوع لازم نعرف ان المواد الصفراوية اللي تفرز من الكبد وبتمر بالمرارة بتتكثف داخل المرارة، بتصير سميكة اكتر، ومن هذه المواد الكوليسترول، ومن هذه المواد البيليروبين اللي هو عبارة عن الأصبغة الصفراوية اللي بتنجم عن تكسر الدم. لما بترتفع نسبة الكوليسترول أو الأصبغة الصفراوية لسبب من الأسباب، إما المرضى اللي عندهم كوليسترول عالي أو المرضى اللي عندهم أمراض تكسر بالدم مثل فقر الدم المنجلي أو فقر الدم الناتج عن التلاسيميا أو مرض الفوال، هون بتتحول طبيعة العصارة الصفراوية فبتتكثف وبتترسب المواد هذه لتشكل حصوات. طبعا العصارة الصفراوية في مواد أخرى بتساعد على الحفاظ على سيولة المادة الصفراوية، ومنها هالمواد أهم شيء هي الحموض الصفراوية. فالتناسب ما بين المواد اللي بتحافظ على سيولة الصفراء اللي هي الحموض الصفراوية والمواد اللي قابلة للتكثف مثل الكوليسترول والبيلوروبين، هذا التوازن ضروري جدا للحفاظ على مادة صفراوية سائلة ما فيها أي حصوات أو بلورات. إضافة لهيك، تشنج المرارة مع تناول الطعام 3 مرات في اليوم بيساعد على التخلص من العصارة الصفراوية الكثيفة، بحيث أنه دائما تفرغ نفسها وما تسمح بتشكل الحصوات. لذلك في أسباب بتؤدي لتشكل الحصوات بعد عمليات التكميم ونزول الوزن، ورح نستعرضها لاحقا. طبعا بعد عمليات نزول الوزن السريعة، عمليات البدانة والتكميم، الإنسان بيفقد كميات كبيرة من الدهون وبسرعة عالية. هذه الكميات من الدهون ومنها الكوليسترول تخرج من الجسم عن طريق الكبد مرورا بالمرارة عن طريق المادة الصفراوية، والمرارة بتتخلص منها بإفرازها عن طريق البراز. لما بتكون نسبة تكسر الدهون عالية جدا بترتفع كمية الكوليسترول فجأة في الجسم لكميات عالية، والمريض ما هو قادر انه يتناول وجبات طعام متكررة بحيث انه يفرغ المرارة مرات متعددة في اليوم، اضافة للجفاف اللي ممكن يحصل. كل هذه اسباب بتؤدي لتشكل الحصوات الكوليسترولية في المرارة. الدراسات بينت انه حوالي 23% من المرضى بيشكلوا حصوات مرارية بعد عملية التكميم. أهم فترة تتشكل فيها الحصوات المرارية هي في السنة الأولى والثانية. إذا ما تشكلت خلال هذه الفترة فالمريض بيصير في مأمن من تشكيل حصوات صفراوية. جزء من الحصوات المرارية هذه بيكون غير ظاهر الأعراض، وجزء بيظهر الأعراض وبيستدعي لاستئصال المرارة خلال الفترة الأولى وبعد ظهور الأعراض، وهذه نسبتها حوالي 10% من المرضى بيستدعي وضعهم عملية استئصال للمرارة بالمنظار. طبعا في إجراءات ممكن نتخذها للمساعدة في الحد من تشكل المواد الصفراوية أو عفوا الحصيات الصفراوية. ممكن إعطاء مواد دوائية بعد عملية التكميم لتفادي تشكل الحصوات الصفراوية، وهي عبارة عن الحموض يلي بتساعد في حل المواد الدهنية في الصفرة، وممكن إعطاها لمدة 6 شهور، وهذه لا تلغي احتمال تشكل الحصوات الصفراوية ولكن تقلل النسبة إلى النصف. مشكلة هذه الأدوية أنه يجب استخدامها لمدة 6 شهور على الأقل، وبتسبب غثيان وأقياء، لذلك نحن بنحتفظ بإعطائها للمرضى اللي بيظهر عندهم الحصيات الصفراوية وهي فعالة وممكن تحل الحصوات إذا أعطيت باكرا وقبل تكلس هذه الحصوات، لأنه الحصوة اللي مشكلة من بيليروبين اللي هي أصبغة أو من الكوليسترول بيصيبها الكلس، بتجمع فوقها وبتصير صعبة الانحلال. المرضى اللي يشتبه بوجود حصوات في المرارة عندهم
نقوم بإجراء تصوير بالأمواج الصوتية للتأكد من وجود الحصوات الصفراوية أو الحصوات المرارية قبل عملية التكميم، وممكن إجراء عملية استئصال المرارة مع عملية التكميم بنفس الوقت، أو ممكن تأجيلها لفترة لاحقة بعد نزول الوزن، لأن الأوزان العالية بتكون عملية استئصال المرارة عندهم فيها نوع من الخطورة. المرضى الآخرين لا نقوم بإجراء أي فحوصات أو استكشاف إلا إذا ظهرت الأعراض عليهم أو تم الاشتباه بوجود حصوات في المرارة بعد عملية التكميم.